هاي، كيفكن؟ اليوم وصفتنا انجلش كيك او تي كيك مغطى بجليز الشوكولا والبندق. الوصفة كتير طيبة، فخليكم معي لتشوفوا خطواتها خطوة بخطوة. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. اول شي بدنا نعمل خليطين، خليط بالفانيلا وخليط بالشوكولا. بدنا نحط بس صفار بيض وسكر وفانيلا، بالإضافة لرشة ملح. الصفار بيعطي دسامة وطعمة كتير طيبة للكيك، خاصة للإنجليش كيك. فنحن ما بنحتاج للبياض، البياض يلي بيزيد بدنا نحطه بالفريزر ونستخدمه بكريمة الزبدة بعدين. فما تاكلوا هم البياض لأنه له استخدامات تانية وبينحفز بالفريزر وقت اللي بدنا بننزله لدرجة حرارة الغرفة وبنستخدمه. هلأ بدنا نخفق الصفار مع السكر حتى يتشكل معنا القوام خفيف او يبيض لون المزيج. هلا بتشوفوا كيف رح يصير، هيك صار شكله. هلا بدي اضيف له كريمة خفق او كريمة حلويات سائلة. فينا نحط حليب اذا ما عنا، بس الكريمة بتعطيها طعم اطيب. انا مستخدمة هون كريمة حيوانية. طبعا كل المقادير او الوصفة رح تكون بصندوق الوصف تحت. هلا خلص بنوقف خفق، ما بيلزم. بدنا نخفق على ايدنا. هلا بنجيب له طحين، بنحط له بيكنج باودر وبنخلطه منيح، بعدين بنضيفه للمزيج اللي عملناه تدريجيا وبنخلط يدويا. اخر شي بدنا ندخل الزبدة. الزبدة لازم تكون دايبة وندخلها بشكل تدريجي. بعدين بنحط الخليط بكيس الحلواني وبنسكره منيح، بيكون وقتها جهزنا خليط الشوكولا. طبعا فيكم تعملوا كل مثلا الكيك كله مثلا ابيض او الكيك كله اسود، بس انا حبيت اعمل ميكس واقدم لكم وصفتين بفيديو واحد. طبعا لازم نضاعف الكميه لو بدنا نعملها فانيلا لحال او شوكولا لحال، بس ندوب المقادير. هلا هيك بحطها على طرف وبجهز خليط الشوكولا. تقريبا الوصفه بتشبهها بس بتغيير شوي بالعيارات. هون كمان بنحط صفار البيض، ما رح نحط البياض، بدنا نشيله ونحطه بالفريزر لوقت الاستخدام. هلأ بنحط سكر وفانيلا ورشة ملح وبنخفق بنفس الطريقة حتى يصير معنا مزيج ناعم ولونه أبيض. بنضيف كمان الكريمة بالشكل وبنخلط. بعدين بدنا نحط طحين وكاكاو وبيكنج باودر، نخلطهم سوا، بعدين بنضيفهم للمزيج. طبعا هون بنبلش بنخلط يدويا، ما عاد في داعي للخفاقة. فيكن اصلا تستخدموا بس الخفاقة اليدوية، بس انا للسرعة استخدمت الخفاقة الكهربائية حتى يصير معي خليط ناعم بسرعة. هلأ بنضيف الخليط الكاكاو. هون ما كترنا كتير كاكاو، رح تشوفوا بالمقادير انه نسبة قليلة لانه انا بدي اضيف شوكولا للمزيج. الشوكولا بتعطيها طعمة اطيب من الكاكاو. هلأ هون بضيف زيت، هونيك ضفت زبدة، هون بضيف زيت وبضيف الشوكولا. طبعا الشوكولا لازم دوبها وبضيفها للمزيج مثل ما شايفين بهالطريقة. بنحرك منيح، بعدين نحطها كمان بكيس حلواني وبنسكرها وبنبلش نعبي القالب تبعنا. هلأ بنحمي الفرن قبل على درجة حرارة تقريبا 170-160-170 بالوقت اللي بدنا نجهز فيه الصينية. الصينية تبعيتنا بدنا ندهنها زبدة ونحط لها طحين. هاي بعد ما عبينا الخليطين مثل ما شايفين انه خليط الفانيلا اكتر من الشوكولا. بنحط اول شي القاعدة بالفانيلا والقالب مدهون زبدة ومرشوش عليه طحين حتى ما يلزق اكيد. بعدين بنحط خطوط بخليط الشوكولا بهالشكل. فيكم بالطريقة اللي بتحبوها تعملوا الماربل كيك. بنضل بنعبي طبقة طبقة حتى يخلص معنا الخليط يلي بكيس الحلواني. بعدين بنحطها بالفرن لتنخبز على درجة حرارة 170 لمدة تقريبا 40 دقيقة، ممكن اقل ممكن اكتر حسب القالب تبعكم. يعني مدة الخبز ما فيني احدد لكم اياها، حسب القالب وحسب درجة حرارة او الفرن تبعكم. بس انا اخذ معي على درجة حرارة 170 تقريبا بحدود 40 دقيقة خبز.
هلا هيك بنحرك، ممكن ما نحرك حتى يطلع معنا شكل الماربل بقلب الكيك اكتر. هيك بعد الخبز مثل ما شايفين كيف طلع، بعدين بقلبه على شبكة حتى يبرد تماما، وبجهز بهالوقت خليط الجليز اللي بدي احطه على الكيك او الانجليش كيك تبعي. الجليز كتير سهل، بدنا نحط بس شوكولا وزيت وبندق، ما حنحط اكتر من هيك. العيار كل 400 جرام شوكولا بندوبها بنحط لها 100 جرام زيت. هلا حلاوة هالجليز انه كتير سهل، ما بنحتاج نضيف له اي شغلات تانية، يعني وصفته سهلة. وقت بدنا نقسم الكيك بيكون طري، وقت بدنا ناكل الكيك بيكون الشوكولا بتدوب بالتم، ما رح تكون قاسية اكيد. نخلط الزيت والشوكولا بهالطريقة، بعدين بنكون محمصين بندق وبنكسره وبنضيفه للجليز. ممكن نحط جوز، ممكن نحط لوز، اللي بتحبوا انتو ممكن تضيفوه للجليز. هلأ بنجيب القالب تبعنا، طبعا بنحطه على الشبك قبل، وبنصب الجليز مثل ما شايفين بهالطريقة. ممكن تحطوه بالمرحلة بالبراد وترجعوا تعيدوا طبقة تانية. طبعا لا تنسوا تحطوا ورقة زبدة تحت حتى الشوكولا اللي بتنزل كلها نرجع نستخدمها، يعني هاي ما رح تروح هدر اكيد. بتحطوها بالبراد وقت اللي بدكم ترجعوا تستخدموها، او بتعملوا طبقة تانية للجليز. هلأ هون بدي حطه بالبراد حتى تمسك تماما لجهز الزينة تبعيتي. للزينة دوبت سكر مثل ما شايفين، بس سكر دوبته على النار. بنطر شوي ليصير شوي سميك مثل ما شايفين هون، لساته رقيق أو سخن. كل ما سمك أو كل ما برد بيصير فينا نعمل خطوط بالسكر، بس انتبهوا ما تحرقوا حالكم لأنه كتير الشغل بالسكر الكراميل بيحرق يعني، فديروا بالكم. هيك بنصير بنعمل مثل خطوط ونسحب الشوكة، فبتعطينا كراميل أو خطوط الكراميل. كل ما برد معنا كل ما صار معنا خطوط أكتر. ضل بعمل هالحركة حتى يتشكل معي مثل شبكة، بعدين بنقلها على القالب تبعي وزين فيها القالب. طبعا فيكن تزينوا بالطريقة اللي بتحبوها، بس هاي هيك زينة سريعة. هيك بيكون تقريبا الكيك معنا خالص. بس على التزيين رح اترككم تشوفوا طريقة التزيين، وذكركم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وطبعا تشتركوا بكل صفحاتي على الفيسبوك والتيك توك والانستغرام ويندي بيستري. طبعا ما تنسوا كمان تدعموا دانيا قدسي، روابط صفحاتها تحت بصندوق الوصف. قريبا رح نفتتح لها قناتها الخاصة، ورح ننزل عليها فيديوهات كتير حلوة، فعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم اول فيديو بينزل عليها. وهلأ بختم الفيديو تبعي، وشكرا كتير للمتابعة.